الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. إذا رأت المرأة المتزوجة طفل صغير مختون في المنام، يدل ذلك على الأخبار السارة التي تستقبلها المرأة، تدل رؤية ذلك للمرأة الحامل في المنام. والله أعلم على إنجاب مولود يتحلى بالتقوى والصلاح. في حال رأت الفتاة العزباء ختان طفلا صغير، يدل على الخير والتفريج للهموم والمشاكل، والله أعلم. إذا رأت المرأة المطلقة ذلك، والله أعلم، يدل على تفريج همومها ومشاكلها في الفترة القادمة. إذا رأت المرأة الحامل أنها تنجب طفل مختون في المنام، يدل على إنجاب مولود ذكر، والله أعلم. كذلك يكون إشارة على إنجاب مولود يتحلى بالصلاح والأخلاق الطيبة في المستقبل، والله أعلم. رؤية المرأة المطلقة أنها تنجب طفلا مختون في المنام، يدل ذلك على أمور جديدة طيبة، كما يدل ذلك للمرأة المتزوجة على الخيرات والأفراح الكثيرة التي تعيش فيها، والله أعلم. إذا رأى الحالم ختان ابنته في المنام، يدل ذلك على أن الابن سوف تبلغ وتأتيها الدورة الشهرية. كذلك يدل ختان الابن في المنام على اقتراب زواجها من شخص صالح. رؤية ختان الابن في المنام يدل على التربية الصالحة للابنة. أشار علماء التفسير أن رفض الختان في المنام يدل على ترك الفرائض، والله أعلم. عندما يرى الرجل المتزوج أنه يرفض الختان في المنام، يدل ذلك تركه للفرائض والعبادات. في حال رأى الشاب الأعزب ذلك، يدل على استمراره في ارتكاب الذنوب، والله أعلم. عندما ترى المرأة المتزوجة الزوج يرفض الختان في المنام، يدل على استكمال الزوج لبعض الأمور الخاطئة في حياته، والله أعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم.